السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير لكم فقط لو ديالوغ ديال هاد لا لوسون دو كومينيكاسيون اك دو لونغاج انفورمي سانفورمي سور لي ماروكان دو موند اللي هو هذا بور لو ليفري دابرونون اي دابرونونت بور كومينيكي اون فرونسي 5 اني دو لونسينيومون بريمير كومينيكاسيون اك دو لونغاج لا بروميير يونيتي لي ماروكان دو موند سيمين 1 اي 2. لوبجيكتيف informer et s'informer sur les Marocains du monde, يعني انك تخبر ولا يخبرك شي حد ولا تطلب الاخبار على مغاربه العالم. Donc le dialogue est le suivant. Regardez, il y en a deux personnages, Olivier et Omar. D'accord? Olivier et Omar. Olivier et Omar, juste dire les personnages font un dialogue. Regardez. Olivier, c'est pour quand ton congé? فوقاش عندك الكونجي ولا عندك العطله؟ عمر قال له la semaine prochaine. اسبوع اللي ماجي. Olivier, où vas-tu le passer? Olivier, قال له فين غادي دوز هذا الكونجي ديالك؟ قال له au Maroc bien sûr. في المغرب طبيعه الحال. J'ai hâte de retrouver ma famille. انا متشوق باش نشوف العائله ديالي. Olivier, as-tu réservé les billets d'avion? واش ريزيرفيتي؟ واش قطعتي الوراق ديال الطياره؟ قال له non, je préfère voyager en voiture. كنفضل انني نسافر في السياره. avec ma femme, مع الزوجه ديالي et mes enfants, والاولاد ديالي. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? ما كتشوفش بانه السفر غادي يكون طويل ومرهق؟ عمر, mais il est plus économique, ولكن راه اقتصادي. et la traversée de la Méditerranée en bateau est magnifique. ومني كتقطع في البحر الابيض المتوسط في الباطو راه رائع. هذيك اللحظه راه واعر. Olivier, شنو كيقول؟ Alors, bon voyage et n'oubliez pas de m'envoyer un message en arrivant. وما تنساش انك تصيفط لي شي ميساج شي رساله منين توصل. داكوغ؟ دونك هذا هو لو ديالوغ ديال لا بروميير لوسون دو لا كومينيكاسيون اي اك دو لونغاج دون لا بروميير يونيتي لي ماروكان دو موند بور لو ليفري دابرونون اي دابرونونت بور كومينيكي اون فرونسي 5 اني دو لونسينيمون بريمير. ادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Merci.